جيمي 34 عام فرنسا ما نعطيك صوتي كان ما تكون انت مبثل لمصالح وراعي لما يهم الشعب التونسي جاي من منبثق من إرادة الشعب مش تمثل لمصالح أقليات معينة أو جهات خارجية ما نعطيك صوتي كان ما تبدي رغبة كبيرة أو وجدية كبيرة في التعامل مع ملفات الفساد الفساد في الإدارة الفساد في الفلاحة الفساد في القطاعات الكل اللي هو واضح اللي هو قاعد يزيد مش قاعد ينقص احنا دنيير ماضي ما نسمعوا اللي انتم تحاربوا في الفساد لكن على ما يبدو انه انتم وإلا الناس اللي تقول اللي احنا نحاربوا في الفساد هي تحمي في الفساد وجست مجرد شعارات معنا احنا اليوم البلاد في خطر عنا مشاكل كبيرة برشا منها المشاكل في المائدة المائية مثلا عنا مشاكل كبيرة احنا توا اخر مرة سمعنا اللي ما يقص شنو معناتها ما يقص اذا كان عام سنة سبب برشا شتاء والماء يقص شنو هو التفسير هذايا معناتها شنو تفسير كيفاش ما يقص